لمعرفة المزيد حول هذه المبادرة من أرخبيل سقطرى ينضم معنا الأستاذ محمد خليفة رئيس المبادرة. شهر كريم، كل عام طيب أستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام لكل، وشهركم مبارك عام وأنتم بخير، ويمننا الغالي بخير وأمن والسلام والازدهار. وعليك السلام وأهلا وسهلا بك وشهر كريم. بداية، حدثنا عن هذه المبادرة التي أقمتموها وأنشأتوها في محافظة أرخبيل سقطرى. في البداية نشكر قناتكم، منبركم الكريم دائما ما يهتم دائما بالقضايا الإنسانية، وخاصة في يمننا وما تمر فيه في الظرف التاريخي. أولا أعرفكم على اسمي، اسمي محمد أحمد خليفة من محافظة أرخبيل سقطرى، رئيس المؤسسة للنهضة والتنمية. تحت إشراف هذه المؤسسة أنشأنا مجموعة وهي لجنة رؤية شباب محافظة أرخبيل سقطرى. لجنة شباب محافظة أرخبيل سقطرى مجموعة من الشباب، أي نسمي أنفسنا نحن نخبة أرخبيل سقطرى. فنقدم الكثير، لا نقول الكثير، لكن يمكن ما نستطيع تقديمه. يعني انشطتنا هي بدأت في شهر رمضان المبارك، نقدم بعض المشاريع. أول نشاط لنا بدينا فيه هو تقديم 30 سلة غذائية بدعم من أصدقائنا في دولة الخويت، مجموعة شباب دعمونا، واستهدفنا 200 أسرة، وهي توزيع الثلج يعني نتيجة إلى درجة الحرارة المرتفعة في المناطق الساحلية من اليمن ومنها سقطرى، يعني إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر. فكثير من الأسر المحدودة الدخل والفقيرة لا تمتلك المال من أجل شراء الثلج كل يوم، إضافة إلى احتياجات الرمضانية اليومية. فقمنا نحن من خلال علاقاتنا مع بعض رجال الأعمال داخل اليمن وخارج اليمن، من أجل تقديم ما يمكن تقديمه لهذه الأسر، كونها تعاني و يعني لا تمتلك يعني المال من أجل الشراء، إضافة إلى انقطاع الرواتب وتحديات وظروف البلد. فمشكورين حقيقة، قدموا لنا مجموعة من الدعم وقمنا بتوزيعها. طيب، القائمين الآن، القائمين على هذه المبادرة عبارة عن ماذا؟ شباب يعني عادي أم طلاب أم موظفين أم ماذا؟ حدثنا عنهم بالتحديد. لا هم شباب عاديين، كلنا خريجين، يعني أنا خريج من الجزائر، حاصل على درجة الماجستير دبلوماسية وعلاقات دولية، فأعمل إنسانية تقريبا على تخصصي، إضافة إلى 2 شباب خريجين من جامعة عدن، واحد من جامعة صنعاء، كلهم أبناء سقطرى. فنحن الآن كون الساحة اليمنية الكل منشغل في الجانب السياسي والصراعات الموجودة، وتناسينا الفقراء والمساكين والمحتاجين والجايع. فنحن قمنا بهذا الواجب اللي هو الواجب الديني والأخلاقي والوطني قبل كل شيء. ونحن لا نقول أن نحن نتفاخر بهذا العمل، لكن هي توفيق من الله عز وجل. جميل. ونحن لا نرى أن نحن قدمنا شيء الكثير، لكن نأمل في قادم الأيام أن نقدم الكثير. ستقدمون إن شاء الله الكثير، لكن في أود أن تخبرني يعني عن أبرز المشاكل والمصاعب والمطبات اللي بتواجهكم أنتم في هذه المبادرة، عددها لنا. هي الآن أغلب التحديات اللي تواجهنا في الجزيرة، أولا بعد الجزيرة على اليابسة اليمنية، لأن أغلب المواد الغذائية اللي تنقل إلى سقطرى تنقل عبر البحر، وأثناء نقلها عبر البحر يكون هناك رسوم، فالمواد الغذائية تكون مرتفعة جدا عن أي محافظة أخرى. هذه إشكالية. جميل جميل. إضافة إلى إضافة إلى يعني السيولة، كمان الجزيرة تعاني من السيولة، يعني حتى أن بعض الحوالات أو شيء كذا يعني تتأخر حتى أنك تستلم من البنك أو من صراف.
وإضافة ثانية إلى الوضع القائم في اليمن، فكثير من الناس يعني تلقاهم يريدون أن يقدموا الخير بس حصلوا يعني مشغول في ظروفه الخاصة بها. جميل جدا. نعم. وصلت الفكرة أستاذ أستاذ محمد خليفة، أنا أتمنى لكم التوفيق والسداد في محافظة أرخبيل سقطرة على هذه المبادرة، وهذا دليل على حسكم الإنساني قبل كل شيء. محمد خليفة رئيس المبادرة، شكرا جزيلا لك.